يا خلاصي، بسم الله ما شاء الله، بطاطس خنانة خالص. تعال هاكل ماما، حط لهم كده مية في العبور الصغيرة دي، حط لهم كده هنا معانا، وبعد كده لما بيكبروا بيطلعوا فوق على السطح. لازم في الأول بنهتم بيهم عشان هما لسه صغيرين، بعد كده لما بيكبروا يطلعوا فوق. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايزة أوريكم ده البط الصغير، ده البط البلدي، ده لسه بقاله 5 أيام طالع. طبعا هو بتفرش له حاجة كده هنا، بفرش له حاجة يعني عشان لو بهدلها ولا حاجة. وهنا دي نحط لهم العلبة دي فيها مية، والطبق الصغير دي فيها. طبعا هم أول ما بيطلعوا يعني ال3 ايام الاولانيين بنحط لهم دقيق ذره ونعجنه بميه، دقيق ذره بس. بعد 3 4 ايام بنخلط الدقيق الذره بعلف، بعلف ناعم اهو، ده الاكل كده بتاعهم، ده دقيق ذره عليه علف ناعم. نخلطه بقى بشويه ميه صغيره، ما نكترش لهم الميه، والعلب الصغيره دي عشان ايه، دي فيها الميه ودي الطبقه الصغيره دي في الاكل. اهو ده كده شكلهم، لسه صغيرين طبعا. ما يكبروا هوريكم يعني ايه طريقه تربيتهم ان شاء الله. يعني شايف واحده برضه طلبت ان نربي الطيور ازاي وكده، فدي البط الصغير. هوريكم بقى ايه يعني على المراحل بتاعته، يعني هوريكم المراحل بتاعته وهو بيكبر. وده كده هو لسه في الاسبوع الاول. طبعا هو بالحاجه البلدي بتكبر في وقت طويل شويه، يعني مش زي الحاجات التانية اللي بتبقى حاجات بيضة ومهجنة والكلام دي بتتسمم بسرعة. لا، الحاجة البلدي بتكبر براحتها شوية. وهوريكم برضو فيديو تاني مرة ان شاء الله عن الفراخ اللي هي بتتسمم دي، اللي هي على 40 يوم بعد كده تنذبح. خلاص كده دول، خلاصي خلاصي عسل ما شاء الله اهو. خلاص بقى هوريكم بقى بعد كده برضو مراحل اكلهم ايه، هوريها لكم ان شاء الله. هم بعد 3 اسابيع، هم داخلين في دلوقتي في 3 اسابيع، هم كبروا شوية. وبرده نفس الاكل لسه بياكلوا، يعني بيشربوا مية وياكلوا اللي هو العلف، العلف صافي يعني، بس بياكلوا علف بس صافي. وهيبدأوا دلوقتي بقى ايه، البرسيم دخل فيبدأوا ياكلوا برضو خضرة، برسيم مثل هنجيب لهم يعني برسيم مخرط. حبيت اوريكم بس مرحلة مرحلة عشان تبقوا ماشيين معانا. عمودي ابني بحب الفراخ قوي. على هنا وهنا كده، دول بعد 5 شهور ونص، يعني بقى لهم بس اسبوعين هيبقوا 6 شهور. زي ما قلت لكم، هو البط البلدي بياخد وقت شويه لانه بيكبر على طبيعته، غير في انواع تانية كتير زي بط شرشيري وزي بط فيس وبط سماني، بط بغالي، في انواع يعني كتير بتكبر على طول على الشهر وممكن تذبحي منهم، لكن طبعا طعمهم مبقاش زي البلدي. دول خلاص طبعا شايفين الريش بتاعهم، يعني بتعرف ان هم كبروا ازاي، شايفين بقى اللون بتاعهم بقى اسمر في ابيض صافي، والريش بتاعهم كده كبر وغطاهم. هي البطه بتبقى حجمها صغير شويه، النوع اللي هو الذكر بيبقى كبير شويه عنها، بيكبر عن البطه. طبعا دلوقتي احنا بقى هننزلهم تحت مع الكبار، يعني احنا بنربيهم فوق وهم صغيرين، اما يكبروا خلاص بقى يعرفوا يدافعوا عن نفسهم ويتفاعلوا يعني بننزلهم مع الكبار. يعني هم ممكن ان هو يتذبح منهم عادي، هما بقول لكم داخلين في 6 شهور بياكلوا بقى، بنحط له بقى برسيم وذره كمان دلوقتي. وفي حاجه اسمها تصغيط، يعني لما تحبي يعني عشان تكبر بسرعه وانتي خلاص هتذبحيها، بنجيب لهم الفول اللي هو الفول الناشف اللي بيتعمل بيه الفول، وبتبدأ ان انتي زي تزغطيهم يعني ياكلوهم في بقهم.
بس سمعت ان هو ده ممكن حرام لانك بتاكليهم غصب عنهم، مش عارفه بقى المعلومه دي صحيحه ولا لا. وهنا دي بطة الصغيرة دي، والكبير ده اسمه دكر البط. عشان تخلي البطة طبعا بتبتدي ان هي تبيض عشان تطلع بعد كده البيض بتاعها، هيطلع بط صغير تاني ونبدأ تربية من جديد. عشان البيض يبقى سليم ويفقس كله، لازم بتخلي اللي هو الدكر معاها عشان البيض يطلع سليم ويطلع كله بط، ما يطلعش بايظ. لازم ان هو بيقعدوا يعني بنحطهم لوحدهم في أوضة لوحدهم او في عشة يعني، وطبعا بياكلوا برضو الذرة. هو ده الذكر البط، ودي البطة. بصوا زي ما بيقولوا حجم البطة بيبقى صغير عن حجم الذكر البط، ودي اللي بتبيض فيها. احنا حاطينها كده هي بتبيض فيها، وبعد كده بقى بتنام بعد ما بتعمل عدد من البيض. بسم الله ما شاء الله، البيض اهو اللي هي بتبيضه. بعد ما بتجمع بقى عدد كويس من البيض بتنام بقى عليه، بتدنها بقى رقد عليه. بنحط كده تبن عشان يدفيه، هي بتبقى طبعا عليه بتدفيه. وبعد كده بقى بتدنها قاعد عليه، مش عارفه المده بالظبط هي بتقعد عليه. بعد كده بسم الله ما شاء الله بيفقس بقى ويطلع لنا بط من جديد صغير، وهكذا بقى بيدنوا مستمر. الحاجه البلدي بقى بتدنها مستمره بالشكل ده كده، يطلع لنا صغير ونربيه. وفي الوز كمان نفس الحكايه بتاعت البط دي. دي الحاجة البلدي، عشان انا هصور لكم حاجة تانية مش هتبقى بلدي، زي الفراخ السمان ان شاء الله بتتربى ازاي خلال 45 يوم بس وتتذبح. وبرده في بط اسمه بط بكيني او شرشير برده على الشهر بيتذبح منه، انما زي ما قلت لكم دي الحاجة البلدي. وده بقى البط الشرشير اللي بقول لكم عليه ده، بالظبط عمره اسبوع. طبعا هو ما بياكلش غير العلف والميه بس، بسم الله ما شاء الله بياكل كتير جدا، ما بياكلش غير العلف فقط. ما ينفعش ان هو يتغذى على حسنه البيت اللي بنقول عليها زي بواقي الرز وبواقي الاكل اللي بيفيد مننا، لا هو ما بياكلش غير فقط العلف. وبسم الله ما شاء الله بياكل كتير جدا فبيكبر بسرعه. بعد 45 يوم فقط ممكن انت تذبحي منه لانه بيكبر بسرعه. ده زي ما بنقول عليه بط التسمين، يعني احنا بنسمنه وبيكبر بسرعه غير الحاجه البلدي اللي بتكبر براحتها. خلاص بقى احنا كده نزلنا البط البلدي اللي ربناه لوحده مع اخواته بقى كبار بعد ما كبروا عشان يفادوا نفسهم زي ما قلت. خلاص كده الفيديو خلص، ده كده انطلب مني الفيديو ده كذا بنت طلبته مني. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واكون عند حسن ظنكم. الى ان القاكم، لكم مني ارق التمنيات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.